ورحمة الله وبركاته. نبدأ. طيب الأول الإنسان سويتش أول ما بيطلع من الكرتونة بيبقى ليه ديفولت يوزر نيم وأي بي وباسورد، تمام؟ فالمفروض إن إحنا أول ما بنكونكت عليه كوماند لاين وبنغير الديفولت باسورد بتاعته، وبعد كده بندخل بالأي بي ديفولت أي بي باك تو باك، وبندخل باليوزر نيم والباسورد اللي إحنا عملناها. طيب أول ما بندخل 10 ده الديفولت أي بي 77 77، هننزل الجوب فايل، وهي يعني مشكلة الساند سويتش في الجوبا، لازم تبقى الجوبا كومباتبل مع الساند سويتش. طيب أول حاجة لما الساند سويتش لما بيخرج من يعني من الكاردونا بيبقى ليه ديفولت أي بي يوزر نيم باسورد، وبيبقى فيه ليه ديفولت نيم. طيب احنا محتاجين لما يكون عندنا أكتر من ساند سويتش عشان بس يعني أحدد كل ساند سويتش عن التاني، هغير النيم بتاع السويتش. وبعد كده ندخل على اهم حاجه في الزين سويتش، حته الزومينج. طيب فاول حاجه عشان اغير النيم ندخل على سويتش ادمن، فعندي هنا النيم هسميه مثلا ده اي حاجه تدل على السويتش، يعني سويتش اب مثلا. في هنا حاجه اسمها دومين اي دي، دي مهمه جدا لو انا محتاج اوصل اكتر من زين سويتش على بعض، فما ينفعش يبقى اتنين ساند سويتش بنفس الدومين اي دي. فانا لو عندي اول واحد مثلا دومين اي دي 1، الثاني هيبقى 2 3 وهكذا، عندي اب تو لحد يعني 239 سويتش اي دي. فانا لو هكونكت اكتر من سويتش ساند سويتش ببعض لازم اغير الدومين اي دي. طيب انا كده غيرت النيم لاي اوكي كلوز، بعد كده ندخل على الزونينج، ودي اهم حاجه في السان سويتش. احنا كده في البروكيت بتبقى السان سويتش بيبقى حاجه اسمها اكسس مود، اي حاجه هيكونكت يعني اي اتش بي هيكونكت على السان سويتش هيشتغل معايا، وكل الدبليو دبليو ان هتشوف بعضيها ومفيش اي رولز على السان سويتش. طيب انا محتاج احط شويه رولز كده على السان سويتش واقول له ان انا عايز ال WWN ده هيكلم ال WWN ده، ال WWN بتاع السيرفر يكلم ال WWN بتاع الاستورج بس ما يكلمش السيرفر اللي جنبيه، فلازم اكريت زون. طيب عشان اكريت زون بدخل على الكونفيجر وبدخل على زون ادمن. والمفروض ان انا عندي بتبقى معايا ليست بكل ال WWN اللي موجوده عندي اللي انا محتاج اكونكت ال WWN ببعضيها، فانا المفروض انا ببقى عارف ال WWN بتاع كل سيرفر عندي، وال WWN بتاع الاستورج، وال WWN بتاع التيب. انا عندي هنا 3 سيرفرز، وعندي هنا تيب، وعندي هنا نمبل ستورج، فانا محتاج كل سيرفر يشوف الاستورج والتيب باك اب. طيب فانا اول ما بكريت حاجه اسمها اليس. اليس يعني ايه؟ ان انا بدي نيم لل WWN عشان اعرف احدد كل WWN عن التاني. طيب فانا اول حاجه هقول انه اليس، هقول له مثلا سيرفر 1، هقول اوكي تمام. سيرفر 1 عندي هنا عندي ال WWN بتاعه اللي هو ده، واقول له اد ممبر تمام. وبعدين اكريت الثاني، اقول له مثلا سيرفر 2، اقول له اوكي واد ال WWN الثاني بتاع سيرفر رقم 2، ونفس الوضع على كل الكومبوننتس او ال WWN اللي عندي. طيب واقول له عندي هنا التيب وقت فيها ال WWN بتاع التيب لايبرري اللي عندي، وده عندي النمبل ستورج. اسف ما ينفعش تري سبيس. عند ال النمبل ستورج بيبقى فيها اثنين دبليو دبليو ان بتوع التو كنترولر الكنترولر، فانا هقاد الاثنين دبليو دبليو ان بتوع التو كنترولر عشان الهاي افيلابيلتي، لو ده وقع يبقى الثاني موجود تمام. انا كده كريت الياس لكل حاجه عندي في الزان سويتش تمام. وبعد كده هكريت زون. زون يعني ايه؟ يعني انا هاخد كل الالياس اللي انا عملتها واحطها مع الالياس اللي انا محتاجها تشوفها. طيب فانا هكريت مثلا هقول له نيو زون،
اقول له مثلا سيرفر 1 مع النمبل، ماشي، والتيب. انا ما انا عايز كل سيرفر يشوف النمبل والتيب، تمام. انا اقول له هنا انا عندي سيرفر 1 ادي الجروب بتاعته، والنمبل ادي الداتا ان بتاعته والتيب مع بعض، ونفس الوضع اقول له نيو زون سيرفر 2 مع الاستورج، فايد سيرفر 2 والنمبل والتيب، هنقول سيرفر 3 اقول له انا عايز سيرفر رقم 3 والنمبل والتيب في نفس الزون. فانا عايز انا عندي في الزون انا عايز ال WWN بتاع السيرفر وال WWN بتاع النمبل وال WWN بتاع التيب يشوفوا بعض، تمام. وبعد كده هقول له زون كونفيج، هياخد كل ال WWNs اللي انا عملتها وادها في الزون كونفيج. هخليه اسميها مثلا سويتش اب زون مثلا، اي نيم يدل على السويتش يعني. انا كده كريت الياس، اديت لكل سيرفر اسم وكل كنترولر اسم وكل تيب اسم، اي دبليو دبليو ان عندك كونكتد على السن سويتش بدون نيم، تمام. الزون باخد كل الالياس اللي انا عملتها او كل السيرفرز او كل الكومبوننتس اللي كونكتد عندي بالسان سويتش، بحطهم مع بعض، ايه محتاجوا يشوفوا يشوفوا بعض وايه اللي مش محتاجهم ما يشوفوش بعض، بفصلهم عن بعض. بعد كده بعمل حاجه اسمها زون كونفيج، ان انا بجمع كل الزونز الصغيره اللي انا عملتها دي في زون واحده، وانا بعمل انيبل بس لزون كونفيج واحده، ما ينفعش اعمل اكتر انيبل لاكتر من زون كونفيج واحده على في نفس الوقت. طيب انا عملت هسيف الكونفيجريشن اللي عملتها، هنا البروسيس شغالة تحت، هنا سيف، وبعد كده هقول له انيبل الكونفيج. فهنا بيقول لي اختار الكونفيج اللي انت عملتها، انا اقول له اسمها، انا لو عندي اكتر من كونفيج بكونفيجريشن مختلفة بينفع انيبل واحدة بس، انا هقول له انا عايز انيبل الكونفيج اللي انا عملتها، واقول له اوكي انيبل. كده خلصنا لسان سويتش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.